ما يزال النازحون في مخيم الكيلو 18 في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار يعيشون معاناتهم المستمرة منذ سنوات لوحدهم في ظل إهمال حكومي متعمد ومتاجرة سياسية بينة بقضية النازحين. والله يابا ما حد يجينا، والله منسين احنا هنا النازحين هنا بال 18 كيلو 18، والله ما حد يجينا ابد، ما حد يجينا والله العظيم. معاناتنا شو اقول لك؟ صفر، يعني لا يفكرون بينا بغذائيه لا بمستوصفات. يعني المريض هنا، يعني ابسط مثال، المريض من يتمرض ما يقدر يوصل، يموت على الطريق. انا اقول لك، واللي ما عنده بيت وين يروح؟ وين يقعد؟ انا هسه انا محرومه من بيت، الله يشهد، محرومه من بيت ومن كل شيء، انا وضنايا محرومين. يعني ما نريد انه مكان إن نقعد بيه، يعني جبناها من الستين عيله السياحيه عيله هاي ال 18. يعني حكومتنا وين راحت؟ بس وقت الانتخابات يريدوننا، وغير لما صارت الانتخابات والله جايين تا يريدوننا ننتخب، والله ما ننتخب لو يجي ما ادري شنو. شو احنا شفنا بهالدنيا هالحياه؟ شفنا منها والله معانا، يعني تاذينا حيل حيل مو شوي. نقص الخدمات الاساسيه كالكهرباء والماء وعدم وجود مستشفيات وغيرها امر فاقم من صعوبه الحياه التي اضطر النازحون في هذا المخيم للتعايش معها. وفوق هذا وذاك شتات العائلة الواحدة في أكثر من مخيم. لا مدارس لا دكتور، الله وكيلك. المريض إمن هي أنا نسعفه، إذا بالليل إذا يريد يتوازى يموت قبل ما نسعفه. مأساتين حيل، لا بكل شيء، بكل شيء، كل شيء، لا مساعدات لا أي شيء، كان كل شيء ماكو، لا مي لا كل شيء، ما لا كهرباء لا أي شيء الكان. ولدنا بالسترين تسوي لهم حال، يعني تظل هالشكل، منطقتنا ما تريدنا، بيوت ما عندنا، شلون هالشكل بالحالة؟ أنا محلاوية، بنت محلاوية، ماكو لا مي لا كهرباء لا غذائية، كل شيء ماكوش. لا يختلف حال ساكني مخيم الكيلو 18 عن غيره في بقية المخيمات التي ما تزال قائمة في بعض المدن. واقع مرير يدفع ثمنه العراقيون غالياً منذ أن ابتلي العراق بحكم الميليشيات الموالية لإيران وحكامه الخاضعين لها.